اسمي رنا عيد، انا مصممه صوت. اذا بدي اخذ معي 5 افلام على جزيره كثير فكرت فيهم بصراحه. اول فيلم اكيد ما بفكر فيه مرتين هو بلو فيلفت لديفيد لينش. هذا الفيلم يلي خلاني افهم اكثر شو معناتها الطنين وهيك البعد الثقافي وبعد الفكري والنفسي للصوت. ثاني فيلم ماي انكل تبع جاك تاتي، كمان باخده لانه بيضحكني بس انا قاعده بجزيره لوحدي بس بضحك يعني وقت لوقت. ف بحب هيك المود تبع جاك تاتي يعني تما ازهق. ثالث هو لو با سسبوندو دو لا سيغان تبع تيو انجيلوبولوس، اكيد باخده معي وقت اكون حكون حزينه او بدي افكر انا منين جاي، لانه الحمد لله نحن جايين من لبنان وعنا كثير مشاكل مع الحدود. فهيدا فيلم وقت حضرته خلاني يعني تقريبا بقيت شهر ما فكر فيه بشيء ثاني. الفيلم الرابع اللي اكيد حاخده لانه هو 3 اجزاء فعندي وقت بالجزيره ما عندي شيء، جاد فادر العراب تبع كوبولا. اكيد اكيد بحضره لانه مش معقول كتابه الشخصيات وفي شيء جواتي كنت بحب كون يعني او كنت بحياه سابقه مافيا. هيدي فكره المافيا والجانكسترز والزعرنه، هيك في شيء جواتي مش رح كذب بحبها. في جزء معين من ال3 اجزاء؟ في جزء معلوم براندو كتير بحبه بس هو جزء تاني مش معقول. خامس فيلم لاني بحب الفوتبول فكرت فيه اليوم الصبح انه ما معقول ما اخد شيء معي الفوتبول. وفي فيلم سحرني نعمل عن زيدان، اسمه زيدان الفيلم لفيليب بارينو. كتير اكسبيريمنتال وبس عن زيدان وكيف حركة جسمه مع الفوتبول. وفي اخد بس يعني منه فيلم بس فينا اخد صورة ابني بس.